كيف تحاول الدولة حالياً فك تعقيدات المعادلة الصحية المتراهلة؟ بهية مستشفى خيري عمره 4 سنوات فقط، وبات رائداً في مجال الاكتشاف المبكر لسرطان السيدات. ساعة من مصر، طابت أوقاتكم. لا يختلف اثنان على أن القطاع الصحي في مصر بات يعاني أمراضاً مزمنة لدرجة جعلته شبه نظام لا نظاماً وشبه صحي لا صحياً. وبلغة موضوعية بعيدة عن أي تهويل أو تهوين، المنشآت الطبية تحتاج إلى منشآت طبية حقيقية، والكوادر البشرية تحتاج إلى كوادر أكثر تدريباً ولحاقاً بجديد العلم، والمعدات والتجهيزات الطبية هي الأخرى بحاجة إلى إحلال وإبدال. أما المواطن نفسه فهو بحاجة إلى كل ما سبق، بل لأكثر مما سبق. في حلقة اليوم نتحدث عن قطاع الصحة في مصر، نتحدث عن تجربة مضيئة للغاية للمجتمع المدني تساعد الحكومات على توفير الحق في الرعاية الصحية لكل مواطن، وهو الحق الذي كفله الدستور المصري. لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وتلتزم بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، المادة 18 من الدستور. لكن تحويل تلك المفردات إلى أمر واقع ظل ويظل تحدياً عتياً أمام أي حكومة سابقة كانت أم قادمة أم حالية، علماً بأن الدولة قبل 4 سنوات تقريباً أعلنت أنها ستحاول تغيير الواقع الصحي، داعية إلى تكاتف الجميع دونما استثناء، بدءاً بالمؤسسات الرسمية والوزارات، ومروراً بمنظمات المجتمع المدني، ووصولاً إلى المواطن نفسه، والذي يعتبر علمه ووعيه ركيزة أساسية في إنجاح أي منظومة صحية كانت أم غير صحية. ولذلك لطالما ربطت الدولة بين الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم جنباً إلى جنب. الكلام عن التعليم والصحة خلال اليومين دول، ورجاء ليكم ومنجيتي ليكم أن أنتم تساعدونا في إنجاح الفكرة أو إنجاح المنظومة اللي احنا عاملينها في القطاع ده وفي القطاع ده. قبل كده لما كنا نيجي نعمل طريق، الطريق ما فيش حد يقول لنا لا او لا فيه، لكن في الموضوع ده مرتبط بكم انتم بابنائكم سواء كانوا بيتعلموا او بيتعلموا. العلم والصحة قطاعان يصنفان حاليا على انهما من ركائز الامن القومي لاي من الاوطان، لكن في أكثر الدول تقدماً أحياناً ما تقف الدولة عاجزة عن تلبية كافة المتطلبات الصحية لشعبها، الأمر الذي جعل من إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني للدخول في قطاع الصحة ضرورة لا طرفاً واضطراراً لا اختياراً. والأمل هو إحداث تحول جذري في المنظومة الصحية بأكملها. إحنا بنعمل تحول جذري علمي تدريجي نحو إصلاح نظام الصحة. عايزين كمان نشترك مع كل الفاعلين في مقدمة الرعاية الصحية، مش بس وزارة الصحة، في شركاء سواء كانت مستشفيات الجامعية، مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني. المجتمع المدني يعد مؤخرا شريكا أساسيا في المنظومة الصحية، والأهم من ذلك أن المجتمع المدني يستطيع الحركة بسرعة تفوق أضعاف أضعاف العمل الحكومي، فهو حر من تسويفات أي لجان حكومية مستفيضة أو قيود لبيروقراطية بغيضة، فضلا عن أنه وبما حققه أضحى يكتسب ثقة مموليه يوما بعد يوم. ويوما بعد يوم يؤكد العالم على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية في تنمية الأوطان. وفي مصر ثمة تغيرات شهدها قطاع الصحة خلال الفترة الأخيرة
بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية على قدر الاستطاعة في جميع محافظات الجمهورية 27، والأمل هو الوصول إلى رؤية طبية شاملة مستقبلية متكاملة تضمن التخلص بداية من الأمراض المزمنة وتنتهي بتحقيق الكفالة الصحية لكل المواطنين في العاصمة وفي المناطق الحدودية دون أي تمييز. فمثلا هناك 3 مبادرات أطلقتها الرئاسة المصرية للاهتمام بصحة المواطن. الأولى للكشف عن فيروس سي بين 50 مليون مصري خلال 3 سنوات فقط، والثانية بمكافحة العمى بهدف تصحيح الإبصار ل 600,000 مواطن كل سنة، والثالثة مبادرة عام المعاق بهدف إعطاء اهتمام أكبر بالأطفال والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما التجربة المصرية في علاج فيروس سي فلاقت العديد من الإشادات الدولية من منظمات عدة، فخلال الفترة الماضية تم علاج ما يقرب من 2 مليون مواطن مصري، بالإضافة إلى فحص 3 ملايين آخرين. وتهدف الدولة من خلال مبادرة فيروس سي إلى جعل مصر خالية تماماً من هذا الوباء الكبدي بنهاية عام 2020، أي بعد 2 سنين تقريباً، حيث تم إنشاء 158 مركزاً لعلاج فيروس سي بمختلف المحافظات، بينما تشير الإحصاءات إلى أن هناك 30 شخصاً من بين كل 100,000 مصري يعانون للأسف الشديد من هذا المرض. وخلال الفترة الماضية قامت الحكومة بافتتاح 131 مستشفى عام ومركزي بتكلفة وصلت إلى 8 مليارات جنيه، لتكون ذراعاً للدولة في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والمزمع تطبيقه في سبتمبر المقبل، سبتمبر 2018، أي بعد 2 شهر فقط، وسيتم تطبيقه في 5 محافظات كمرحلة أولى على 700,000 مواطن مصري. أما ملف الأدوية فكان على رأس أهداف الحكومة، فتم تأسيس صندوق دعم الدواء برأس مال بلغ 360 مليون جنيه لتوفير احتياجات البلاد من نواقص الأدوية المستوردة. وفيما يتعلق بملف علاج غير القادرين، تم رفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لتقديم خدمات أكثر لغير القادرين ولكفالتهم صحيا، فضلا عن زيادة ميزانية منظومة التأمين الصحي إلى 11 مليار جنيه لتغطية علاج ودواء المصريين. وعلى مدار 4 سنوات الماضية زادت عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية من 2000 تقريبا إلى 5000 سرير، بواقع زيادة تقدر ب 161%. وبالنظر إلى ميزانيات الصحة في آخر 4 سنوات سنجد زيادة ملحوظة في حجم الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في مصر. ففي السنة المالية 2015-2016 تم تخصيص ما يقدر ب 32 مليار جنيه لوزارة الصحة، وفي السنة المالية 2016-2017 تم تخصيص 48 مليار جنيه. أما في 2017-2018 فتمت زيادة الميزانية لتصل إلى 54 مليار جنيه. وفي الميزانية الأخيرة، الميزانية الحالية 2018-2019، تم تخصيص 62 مليار جنيه لقطاع الصحة. هذه هي أرقام في صحة المصريين. حقيقة الأمر إن العبء الصحي في مصر يقينا ثقيل، حقيقة الأمر يعني.
إنما رغم ذلك في مجهود وفي رؤية مستقبلية وفي إن شاء الله مظلة تأمين شامل وفي توسع في الدولة المجتمع المدني. نرحب بأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دكتور حسام عبد الغفار المتحدث السابق باسم وزارة الصحة. نورنا دكتور حسام. أهلا وسهلا. ما هو المأمول في منظومة الصحة أو في شكل منظومة الصحة القادمة؟ اللي مش عاوز أقول دلوقتي إن في منظومة الصحة، يعني في الشكل القادم اللي إحنا نريده يعني. المأمول في منظومة الصحة أن يجد القادمة في فرق رهيب هيبقى طبعا أن يجد المواطن العلاج بشكل لا يشكل عبء مادي عليه، وفي نفس الوقت وفق المعايير العلاجية المبنية على الطب المبني على الدليل، وأن يكون هناك مراعاة للقواعد والأدلة الإرشادية في العلاج، وأنه ما يقدم للمواطن في أقاصي الصعيد من خدمة علاجية هو نفس ما يقدم للمواطن في القاهرة العاصمة، ولا يحتاج المواطن في جنوب سيناء أو في حلايب وشلاتين أن ينتقل ويقطع المسافات ويضرب أكباد الإبل زي ما بيقولوا عشان يجد علاج مناسب. أكثر من رائع. وأنا دكتور في مستشفى بهية اللي كنا بنعرضها جالي تصور أن منشأة طبية جيدة يساوي تمويل جيد. لا شك أنه التمويل الجيد يمثل أكثر من 60% من الخدمة العلاجية، لأن المنشأة تعني أموالا، الأجهزة تعني أموالا، الكوادر البشرية تعني أموالا. صحيح؟ صحيح. طيب ما هي التحديات أمام هذه الرؤية؟ الحقيقة يعني خليني أخذ يمكن من كلام حضرتك ده والجزء الصغير سمعته من حضرتك قبل الهواء. فضل. إنه هذا الصرح الجميل الذي يعني يشهد القاصي والداني بأنه مستشفى على مستوى متميز جدا. المشكلة أنه زحمة. المشكلة أنه مهما كانت إمكاناته تظل أقل من المطلوب. طيب خليني برضو أقول حاجة تانية. إحنا النهاردة مستشفيات جامعة القاهرة فيها تقريبا 6000 سرير. طب هو في كم مستشفى جامعي في العالم فيها 6000 سرير؟ هي مفيش. هو في اصلا مستشفيات جامعيه في العالم؟ مستشفيات. طيب ممكن تصحح لي المعلومه دي يا دكتور بس عشان يعني نقفل النقطه دي. هل الهدف من المستشفى الجامعي ان يتعلم الطلبه في الطب فعلا؟ ده الهدف الاساسي على المرضى. هي دي اشكاليه الحقيقه، وهي اشكاليه حق المريض في الرعايه وحق الطالب في أن يتعلم. فأنا هسأل حضرتك سؤال. لو النهاردة الطالب مجدي يعقوب دخل على المريض وهو في سنة رابعة والمريض قال له مش هتكشف عليها كويس، عمرنا ما كنا هنلاقي السير مجدي يعقوب. سنة كام ده؟ سنة 40 50 مثلا، 1940 مثلا دكتور مجدي يعقوب. دلوقتي في ديموز أكيد وفي يعني حاجات أشبه بكده. يبقى أنه في مش بس كده، يعني إحنا من قبل المؤتمر الشباب الأخير مرتبط بتطوير التعليم كان في مجموعة من المستجدات في آليات التعليم كان من ضمنها الهولوجرام، إن أنت بتلبس النظارة وبتشوف الجثة قدامك وبتبدأ تتعامل معها كأنها حقيقية، لكن الحقيقة هو مفيش حاجة، هو انت بس شايف كده ثلاثية الأبعاد والفيسلز ماشية وكل حاجة. فمش بس بقى ان انا بشوف دومي او مانيكان، لا ده انا شايف كويس كأنه، لكن تبقى الحقيقة الواحدة انه على الرغم من ان كل الطيارين بيتعلموا على سيميليتر صحيح، لكن محدش فيهم بياخد الرخصة إلا لما يركب الطيارة.
طيارة. طيب احنا الحقيقة يبقى التعامل مع الإنسان كويس وجسد مهم. الإنسان هو أساس. طب بس عاوز أعرف حاجة دكتور باختصار شديد، باختصار شديد، ده شيء في العالم موجود؟ اه في يعني في كل العالم في مستشفيات جامعية، مستشفيات جامعية ومستشفيات في التدريب والطلبة يتدربون مع المرضى. الفكرة كلها أنه ألا يكون ذلك منفردا، لأن لازم معاه رجل استشاري يعني معتبر مخضرا يكون بيتابع إشراف مباشر. طيب. للمتخصصين كذلك يا دكتور، المعادلة الصحية في مصر ليها أركان كتيرة جدا، منها الدواء مثلا. يعني الدواء ده في نهاية الأمر ممكن الطبيب ينجح جدا في التشخيص وفي أدوات العلاج وكل حاجة، بس الدواء للأسف ربما يكون ناقص شوية، مستورد مش موجود مثلا. فاحنا حريصين احنا نقف كمان على حالة الدواء في دقيقتين لو تسمح لنا. طب انا عايز اقول لك اخد حضرتك لبعد تاني غير ناقص الدواء. احنا حجم الانفاق الصحي في مصر تقريبا قبل ارتفاع الديفالويشن كان في حدود 120 مليار جنيه، ده سواء من الجيب او الحكومي. يعني 120 مليار جنيه بيخش المستشفيات والمراكز الطبية، بينفق على الصحة سواء انت بتنفقه من جيبك كويس. او الدولة بتنفقه او المجتمع المدني بينفقه، بنتكلم من 100 ل 120. طيب طيب هل تعلم انه في من ده من 40 الى 50 مليار جنيه بيتم انفاقه على الدواء؟ نصف الميزانيه تقريبا، تقريبا 40% من الميزانيه بتنفق على الدواء. طيب طيب لو جينا قارنا حجم الانفاق في امريكا على الدواء، عارف حجم الانفاق في امريكا على الدواء قد ايه؟ 17% من اجمالي الانفاق، مش 50%. والباقي ممكن يبقى في الاكتشافات المبكره للامراض. فاحنا عندنا اشكاليه عظيمه، مش بس انه مواردنا قليله، ده احنا حتى بنصرف الموارد القليله دي بشكل خطا. طيب تسمح لنا ان احنا يعني نقف كده وقفه رصد لحال الدواء في مصر من احدى الصيدليات، صيدليه كبرى بمنطقه الدقي بمحافظه الجيزه، ينضم الينا منها زميلنا أحمد مصطفى. أحمد تفضل بما لديك من معلومات حول الدواء في مصر. ربما كغيره في مصر عانى قطاع الدواء خلال الفترة الماضية. طيب حتى يعني نصلح هذا الخطأ، لأني لا أستطيع أن أسمع صوتك يا أحمد، وأتمنى أن يكون صوتي يصل إليك حتى يعني يتم تدارك الخطأ لديك. هرجع لك دكتور حسام، فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، هل داخلة في منظومة التطوير، في منظومة أنا سامع يعني في منظومة صحية متكاملة هتبدأ في 2020، هيكون في شكل تاني، نصل في نهاية الأمر إلى منظومة صحية متكاملة، اللي أي مصري يخش بالبطاقة لأي منشأة طبية يعالج ويعالج. ده قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، اللي هو مبني على إعادة هيكلة منظومة الصحة في مصر. إعادة هيكلة المنظومة، خلينا نقول ببساطة كده عشان المشاهدين، منظومة الصحة فيها أربع أركان. كويس. فيها مقدم الخدمة، متلقي الخدمة اللي هو المنشأة والتجهيز، والقانون والقواعد الحاكمة. تمام. تيجي تسألني هو متلقي الخدمة ايه علاقته بمنظومة الصحة؟ هقول لك ببساطة برضو وبسهولة، لو كل أم طعمت طفلها في الوقت المناسب ده هيحسن الصحة. صحيح. لو كل أب علم ابنه يغسل ايديه قبل الأكل زي ما بنعلمه يغسله بعد الأكل هيطور منظومة الصحة. لو المدخن أقل عن التدخين هيحسن الصحة. ماشي. طب. وده أنت بتقول نسبة ارتفاع الضغط الدم والسكر ده بسبب العادات السلوكية. فمنظومة المتلقي عليه دور كبير، وده جزء مهم احنا نشتغل عليه. مقدم الخدمة ده اللي هو الفريق الصحي، محتاج عشان يتطور محتاج ثلاث حاجات ببساطة: التدريب، وأن يتمكن من تنفيذ ما تدرب عليه، وأن يحيا حياة مستقرة كريمة. طيب هل هناك احنا بنغير في مفهوم التدريب؟ احنا غيرنا الدراسة في كليات الطب كبداية، بعد ما كانت الدراسة مبنية على التلقين بقت مبنية على الكفاءة. السيد الرئيس يتابع بشكل شبه يومي وجود إيجاد معايير عالمية دولية لتقييم طلاب كليات الطب تحديدا دلوقتي وبعد كده كليات الجامعات المصرية. فاحنا بنتكلم على معايير دولية للتقييم، مناهج مرتبطة بالواقع المصري لكنها محطوطة وفق المعايير الدولية. فأدي التدريب. طيب هناك شغل على تحسين
دخول الفريق الطبي. يبقى الفريق الطبي انت بتتكلم على التدريب، هناك عمل مستمر على التدريب، سواء في التمريض بقى في عندنا بكالوريوس تقني، بقى في بدل ما كانت الدراسه سنتين بقى في سنتين تخصصيتين. فالحقيقه هناك عمل كبير على التدريب. التمكين النهارده زي ما حضرتك ذكرت في التقرير انه في 131 مستشفى اتفتحت جديد، فانت تجهز ب 8 مليار جنيه للبنيه التحتيه. والمساله تسير نحو تحسين، كلما زاد استقر الوضع الاقتصادي للدوله كلما كان هناك امكانيه اكثر في ان انت تدفع مرتبات اعلى. المنشاه والتجهيز حضرتك ذكرتها، القوانين والقواعد الحاكمه، عندنا قانون التامين الصحي تمام صدر، عندنا قانون المستشفيات الجامعيه صدر تمام. بعتذر عنك، بعتذر منك بشده لضيق الوقت، انا اسف، بس عشان عندنا على راس الساعه وقفه اخباريه على شاشه. شكرا جزيلا لامين مجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث السابق باسم وزاره الصحه، اشكرك شكرا جزيلا يا فندم، وشكرا لكم على حسن المتابعه وفي امان الله.